كانوا علينا وش كانوا فينا وش كانوا علينا وش امسكوا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها النظارة الكرام متتبعي حصتكم واش قالوا نقطينان دائما في الموعد من استديوهاتنا بالغرب الجزائري وهران نحييكم. واش قالوا أشرف أو استدعى رئيس الجمهورية الهيئة الناخبة. كي نقولوا الهيئة الناخبة يعني وجدوا رواحتكم ها للفوت إلى كتاب الله إن شاء الله بحول الله. الفوت راه جاي 7 سبتمبر من هذا العام إن شاء الله بحول الله. عندنا انتخابات مسبقة راح أعلن عليها الزعيم عمي تبون. يعني اللي ما دارش الكارطة نتاع الفوت يروح يدير يخدم الكارطة نتاع الفوت. غير غدوة إن شاء الله بحول الله نهار الأربعاء غادي المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية. اللي ما راهش عندها الكارطة يروح يخدمها واللي على بالكم. وكذلك وامثل اللي بغى يترشح اللي بغى يترشح الاستمارات نتاع توقيعات ثاني هو راه يقول لكم مرحبا بكم وسهلا. وان شاء الله تكون انتخابات نزيهة وباش نساهموا دائما طلبوا من الشباب والجزائر كما بالنسبه للاغلبيه كاع راهي شباب اللي كنديروا اليد في اليد باش ننشطوا البلاد ونعلوا الاعلام تاع الجزائر. انا ما نخبركم وانتم ما تخفى عليكم الا كل واحد يروح يؤدي الصوت نتاعه مهما يكون. هذا اش قالوا تاون غينير قينا والو امزوا ما كاغوني الخبر مقنت موحش عمي تبون استدعاء الهيئه الناخبه ما كاغوني الخبر ان شاء الله ويلا ويدان 7 سبتمبر لا يقود الفوت لا يقود الفوت اغما ميدو اغما ميدو اغما دوشا ويلا ويدان قاعد عزم من المراجعه الاستثنائيه عزان واون وات لي الكارطه راح تعدل وين نتوضا راح تعاود وين نشد راح ديري ما ننسى غادي نضيع ما ننسى باش ان شاء الله كاع ويلا ويدان نهار 7 سبتمبر كاع نح انفوت تسلم نقول تسلم ان يوم تختاوي خصنا ادياس هادي ترشح لها حتى الرئاسيات ادياس هادي بتوريقين يغا ينضنت كاع التوقيعات ما كتينيش زعما ويغا تادي قلنا ديك يقدر نص باش هادي السادي قلنا زعما ينتاج وين غاوني لا ولا وين غايو يشوفوا نص جا ولا مزواع تاينا قالنا والو اي ويلا ويدا ان شاء الله كاع انا كي فوز فوز انسي اللي تما حتاجنا تاينا قالنا والو فينا واش كانوا علينا واش كيما على بالكم في هذا الخبر هذا اش قالوا اليوم الوطني للفنان أشرفت الدكتورة وزيرة الثقافة الجزائرية سوريا مولوجي على اليوم الوطني للفنان. تبارك الله راهي عرضت الفنانين تبارك الله راهم حضروا كاع تما ذاك اللقاء التشاوري والاحتفالية كرم من كرم. ومن هذا المنبر هذا نهنوا كاع الفنانين الجزائريين وأنا معاكم نهني نفسي وإياكم بهذا اليوم إن شاء الله بحول الله. وحنا ماذا بينا احنا ماذا بينا ان شاء الله بحول الله الفن ما يكونش غير في رمضان. احنا ماذا بينا ان شاء الله بحول الله الفن ما يكونش غير في رمضان في الجزائر. ومدام الوزاره مدام الوزاره راهي قائمه بالنشاط نتاعها في هذا الوقت هذا ملي دخل عمي تبون الحركيه راهي في التسارع كما يقولوا النشاط راه كاين مي في هذا الوقت هذا بقى عندنا النشاط احنا صحاب السيناريوهات والمخرجين والممثلين كذلك والقنوات والى والى مؤسسات الانتاج. نتمنوا ان شاء الله بحول الله النشاط يعود لميدان الثقافه فيما يخص السينما الافلام السينمائيه والافلام والمسلسلات وكاع كلش تلفزيونيه. احنا ماذا بينا النشاط يكون على العام ما يكونش غير موسمي تاع رمضان تسمى كي نخدموا شهر رمضان ولا شهر واحد قبل رمضان تقعدوا 11 شهر بلاش ماشي كيما هكاك. احنا ان شاء الله بحول الله اللي عنده شي سيناريو يروح يقدمه واللي عنده شي مشروع يروح يقدمه. الوزاره راهي حلت ابواب الدعم للمشاريع الثقافيه هذه اللي ما عندهاش في الخبر انا نخبروكم. الوزاره راهي حلت الدعم للمشاريع الثقافيه تروح دير الملف نتاعك وربي يجيب ان شاء الله تسهيل للجميع ان شاء الله. ومن هذا المنبر هذا نحيوا الوزيره ومن قدامها كما يقولوا الزعيم عمي تبون
وان شاء الله بحول الله كاع اللي عنده شي يد في هذا الميدان هذا نتاع الثقافه نروحوا نشطوا نشاط 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 ها حتى يكون العمل والاعمال التلفزيونيه والسينمائيه يكونوا ان شاء الله على العام. هذا اللي نتمنوها ان شاء الله بحول الله. تا ونغينيغ الوزيره الثقافه نتمح لنا تقيقي قلنا لقاء مويا اجنا الجزائر تعرض كاع الممثلين المخرجين كاع وقميلا كاع قميدان الفن ما كاغوني الليل نهار مو نهار يتفنى نهار الفنان سكاين مكاني تغيني كاع نجي نحسن باك كاع يقوم الفنانين شي دام زواعد سن سنتينير تنيا سن زعما اي نوال تقدم كاع فوز قفوس الخدمه ان شاء الله وتيني شي غير سك رمضان غير رمضان ان شاء الله وين لا ويدان الخدمه للفن هادشي لي كاع سقوا سقاس كاع تسلم ولا تسلم شهر زفاي شهر باقي شي غير سك رمضان غير رمضان تسلم باش نمو جاك بن النشاط بدنا الصيف الضغطات بدنا الخدمه من الفنانين ما كاينين كاع تادي كنا ديما الخدمه نسوي تاري نشي السيناريو اجي راح ان شاء الله شي خدام ويتمود نشي الاخراج ان شاء الله تاخذ راح هادي خدام تسلم ولا تسلم والحصول هو نلقى كاع فوز قفوس شنو الفنانين انسكت انسكت قمحتنا نلفن التاليه جنه ما كاغوني لا الخبر الوزاره الثقافه لا اللي غاسني ني دعم تعاون زعما غاوني لا شي الحاج قلت مكناس تقول اتي مول ما كيتيني زعما ما غاتي لا شي الفيل ما غاتي لا شي الحاج تم الى نتفهموا الثقافه هادي هي الدوسي تاع راح تساوي وزاره الثقافه تعاون ان شاء الله ويلا ويدان اي تاينا قالنا والو هذا واش قالوا في هذا المقول هذا واش قالوا علينا واش اش قالوا اش قالوا راهم يقولوا راهم يقولوا هاك كما يكون في علمكم راهي هاد الايامات هادي راهم الباك جماعه الباك هاي جماعه الباك نتمنى لكم التوفيق هذه الاولى والحاجه الزوجه ان شاء الله بحول الله كاع اللي راجعتوه يجوا في الاسئله نتمنى لكم حنا التسهيل ولمكاين هون نحضروا ونزيدوا نحضروا فيما يخص الغش ان شاء الله بحول الله ما يكونوش هاد العمليات الغش هذه كما على بالكم القانون راه صارم القانون راه صارم فيما يخص الغش في البكالوريا راه عنده شحال من عام يتعاقب عليه حنا نتمناو الجميع يربح الى كتاب شي ربي ما ربحتش العام سنه ان شاء الله بحول الله العام الجاي يكتب مولانا ولمكانه القرايه والمراجعه واللي حاجه اللي عندك في راسك ان شاء الله بحول الله اقرا السؤال كما يجب وعاود اقرا وجاوب على حساب فهمتك وعلى حساب المراجعه نتاعك وما تروحش لعمليه الغش باش ما تضيعش لا المستقبل نتاعك وما تجيبش كما يقولوا الغيظ للعائله نتاعك والوالدين هذه الرساله اللي نتمناها لكم ان شاء الله وربي يسهل اموركم ان شاء الله كاع ويشرح صدوركم وموفقين ان شاء الله بحول الله تاون غينا غينا والو تاينان ما كاغوني الخبره اللي يمشيني بدن عين طعوه لا تفوتن الباك لا تفوتن الباك تغنيني نشني هذه السكر بي كاع الواري ان شاء الله قاعد تربح من الباك ان شاء الله وين لا ويدان تاون غينير عيني تغام تغاون غاناس عيني تغام تغاون غاناس خصو غاون جيني شي سين ستا ولا موقس الورقات غات يكتني بيك تسن شعب غات بدا تسلمت عليه تيني عاد التريم الوجابنس وين كاين هوس كاين مكانيه زين حيديه وتاكش كنيمي تي كعضه غيتري قلبك تي كعضه ما الغش ويكني ويتمود نات سنم جولات لا تشحرش لا تشحرش طواني ننس ويطفن يتمود شي الحاج شي وينكني لا تسنم لا يزنا والسينما دي قناس قاسنا صنا شعب اسكسن نشاون غير ناس قاين مكانو اي سهل ربي الامور وين كاينه كاع انيني وين بياس قاسو ويتفرشي اللي غاي يمود زنا اي ما ما عامد ديكون وني لا نسوى من ان شاء الله قاعد تبيم ان شاء الله هتنجحم حتى ولا انت عاوني قالنا والو هذا واش قالوا في هذا الخبر هذا فينا واش قالوا علينا واش ايوا لحقنا المسقي حنا توجور واش قالوا في هذا الخبر هذا اطون شويه المغرب ما ننساوهمش ما نساوش ما ننساوهمش المغرب حط طبيع سنين هادو توجور ياك حنا غير نهضروا ونعاودوا حنا نهضروا ونعاودوا على طبيعكم اطبيعكم اشنو صرا في السعوديه
كاع ما لقيتوش تصدروا ما لقيتوش صاي كمل ها كاينش عندكم حاجه اللي تصدروها غير الفساد ها راه شحال من واحد شحال حكموا عندكم تما في السعوديه وداوهم الحبس ها عيب 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 حشمو شويه حراتكم يا الزطله يا العفيون يا دعوه الشر يا ها وشنو هذا ما تقولوش كذا منا ولا شي حاجه ياك نتوما زغبشوا برواحتكم شرحوا يديروا في السعوديه ها القي القبض على مجموعه من المغربيات في المملكه العربيه السعوديه عيب عيب هذا الشيء هذا الضياع ما عندكم حتى حاجه اللي تصدروها وما عندكم والو القفار يا القفار يا القفار روحوا غير الخساره ها ايوا غير من الزيادات للزيادات ويحطموا المواطن حتى ما لقاو شي يديروا ولا تصدير تصدير دوك العباد ها للخليج والى اش غادي نقول لكم المخزن عمرهم غادي يشوفوا منه الربح المخزن ما غاديش يشوفوا منه ولا فيه الربح حنا نطلبوا لكم الفراج ان شاء الله يا مواطنين تاع المغرب نطلب لكم الفراج الله يفرجها ولكنهم ما تتبعوش السياسه نتاعهم غرسوا حاجه اللي تفيد دبروا على رواحكم الا قال لكم هما غرسوا الزطلاء والعفيون ما تغرسوش الزطلاء والعفيون هذه غير في مصلحه المخزن سمعتوا ولا مالو الزطلاء والعفيون هي في مصلحه المخزن كاع بغيت تزطلوا العالم ديروا حاجه واحده اخرى زينه ها قجوع يبان نساوهش جرد عاود الشر ما بانش ها اصطادات ما كانش ها الرئيس نتاع الفريق نتاع كيقول لي حكموه راه في الحبس كذلك على جال الزطل ياس حتى الفرق تولي تعاونوا فيهم بالدراهم تاع الزطل عيب حنا نتمناو ربي يهديكم الى فيكم ما يهدى ونتمناو ان شاء الله للمخزن ان شاء الله تفتات وتفركيت حقاش هذا ما عندنا فيه حتى صلاح ما عندنا فيه حتى فايده ما يجيب حتى حاجه لا للعباد ولا للبلاد ولا للجوارين هذا اللي نتمناوه ان شاء الله بحول الله الشعب المغربي يفيق وينفض الغبر على روحه ويعرفوا اختكم من الزطوليات حقاش مادام راهم يزطلوا فيكم مادام ما تصحاوش راهم يديروا لكم فيقوا 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 هذا اللي نتمناوه لكم ما كاغوني لا خبرت فنيك سنتفاقاتين السعوديه وانتيني تاغوني رايح انت ولا مكاينه ولا تسنم اثنين وغاسني اللي انت غايزنن اكت الحاج شو غاسنت اللي غايزنن ديني غير زنا تسلم الغبا تسلم عزيزه وسمام كيف د العفيون انت غاسني لا نغزنا اثنين لا غاسنوي لا غير نوي غاسني رايح ندير غاس محتنس الله يراح هادي زاس تاع محتنس زعما لا تصبح وغاسنت اللي قلت الحاج شغل رايح نبيد غادي ني غير زنا تسلم الغبا تسلم تسن غانيني وين بيدنا المغرب كات سعد توج ما ونون اتسنمش لا تمود مي ونن نكاز شي الحاج شي وان ضعيف واتكرزم شي واتكرزم شي عزيزا ونغل عفيون اكش كني ميزنا كازت الحاج تصبح شي كلمه غنفع اش كلمه تنفع كني ما تنفع بيدنا تنفع تاع مور المخزن باش اسيس زامك الحاج شي صبحا هو قات تزرام تسيس تسلم الغوا تسلم حتى ونغيني غاي اجينا غايتمان بيدن بيدن اما المخزن باقي يتما باش تزرك الحاج شي صبحا لا تلغاش نكت الحاج زنا اثنين د لي هوت غير كيف كيف حتى من غير قالنا والو هذا واش قالوا في هذا الموقول هذا واش قالوا علينا صادي بيتكوفيتش صادي بيتكوفيتش الزبله الاولى رانا درتوها الزبله الاولى راك درتوها ولو كاينه الى من عند بغيت اش غادي نقول لك بيتريكو بيكي بيتكوفيتش هذا بيتكوفيتش هذا اش غادي نقول لك راك زبلتها ضحكت علينا كما قال له واحد اللي يسوى ولا ما يسواش سمعت ولا ما تسمعش اما باش خدموا الخدمه نتاع المنكر ما نبغوهاش الخدمه اللي خدمتوها خدمه منكر الخدمه اللي خدمتوها نتاع المنكر والزكاره حنا نقولوا من هذا المنبر هذا مصلحة البلاد فوق كل اعتبار وفوق كل شخص مهما يكون باش نشوفوا كان الجوار زوين ويطير على حاجة
ما كان والو ما نجيبوش ولا زكاره في شي حد هكاك ما نجيبوش، هذه ما نقبلوهاش بتاتا. مصلحه الفريق الوطني الجزائري فوق كل اعتبار وفوق كل شخص مهما يكون. من هذه المنبره هذه نقولوها نهارا جهارا، حنا نبغوا ونحبوا الفريق الوطني تاعنا هو يسير في 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 العروق، ونبغوه حتى النخاع. اما انه نقعدوا لي معنا باليش اجنده او معنا باليش خلفيات او شخصيات نضيع الفريق الوطني، هذه ما نقبلوهاش بتاتا، لا من عند صادي لا من عند بيتكوفيتش او من يوسوسوا لهم في اذانهم. مصلحه الفريق الجزائري فوق كل اعتبار، ونبغوا الفريق الجزائري دائما فرحان والشعب الجزائري فرحان ونشط. سمعت؟ هاي الزبله الاولى راهي صرات، وان شاء الله ما تجيش تعاود ترانا ثاني في اوغندا. بن ناصر ما يلعبش، هذا غير عبره، هذا بن ناصر عيب. لا هذه زعما ما قال له يشوفها، وما نهضروش كاع على اللي صرا واللي ما صراش. ولكن هو راه جاي النهار لو كان زعما تخلفوا ولا تمنا نطبقوا الرمانه. هيا كل واحد يخدم خدمه نتاعه وياخذ مصلحه الفريق الوطني فوق كل اعتبار وفوق كل الشخصيات والاشخاص وما الى ذلك. اي اذا كان من خمسه وكذا منا وفي عشره ما نطلعوش، هذه لا تجوز لا تجوز وما نرضاوهاش. حنا نبغوا الفوز والربحه. اي تحصلونا لا كذا لا منا لا كذا منا، هذه الرساله نوجهها للمسائل كاع نتاع البلوطه نتاعنا. هذه لنا تاون غاينيغ الفريق النغ الوطني شكوت يشو اوغاندا اللي غاسني قلنا في المقابله قاتو راهم اين هو الاول تيني في صادي المدرب النغ بيتكوفيتش اسنيني شني جيج الفريق الجزائر الجزائر كاع يتامز واحد ما راكي لا شي نوال ايش كج حد يضنين ايش كج بنادم تسلد نوال تسلد جيج الفريق الوطني شو جنا كاع يتمكنوين شو جنا كاع يبدن شو جنا كاع يوال وي غانو راه نغوي يتورا عن ادياس اديورا شي لاك زولنك ادياس اديورا سلم نوال تسلم زارو ولا لا نغنغ زارو يتورا يتورا عند شكون اما ما انه اجما تي زارو ولا يتورا امنيا اتاك جغ غير من ناشي نوال في قيد اثنين حدنا يخص حد اثنين حد واش يستويا اين ولا وي تيلي زدنا يوم زواحي الى شكو شكو غانا قيت واحد نغزنا اما باش تعاود اوغندا حيريه واش عزمتي طاوين ون حتى من غينا غاينا والو هذا واش قالوا. والى هنا ياتي نهايه لقائي بكم، واش غادي نقول لكم؟ صحاب الباك الله يوفق، وتحيات كذلك من هذا المنبر هذا نوجهوا تحيات دائما ما نساوش الزعيم تاعنا عبد المجيد تبون نقول له الى الامام والله يوفقك ان شاء الله، وتحيه كبيره للجيش الوطني الشعبي والى الدرك الوطني والشرطه وكذلك الى الحمايه المدنيه والى كل المسائل تاعنا اللي يخدموا الولات اينما كانوا ناشطين ان شاء الله نقول لهم ربي يعينكم ان شاء الله، والى كل خدام في الجزائر والى الشعب الجزائري قاطبه من شمال الجنوب ومن شرق الى الغرب وفي المهجر كذلك نقول لهم تحيه الجزائر المجد والخلود لشهدائنا البلار. كان معكم الممثل احمد الاضراري يحييكم والى الملتقى، دمتم في رعايه الله وحفظه. سلام.